والآن يا أعزائي سنكمل ما تبقى من تمارين حل ورقة عمل زيارة العقبة. استخرج من درس القراءة زيارة العقبة ما يأتي: أولاً جمع تكسير. لنرجع إلى درس زيارة العقبة ونستخرج منه الكلمات التي دلت على جمع تكسير. هيا بنا. الكلمات التي دلت على جمع تكسير هي: الأسماك، أحسنتم، أيضا البواخر، البضائع، والركاب. أحسنتم مرة أخرى: الأسماك، البواخر، البضائع، والركاب. سأقوم بكتابة البواخر. جمع التكسير: البواخر. أحسنتم. وما هو مفرد كلمة البواخر؟ أحسنتم يا أبطال، باخرة، باخرة، بواخر. أحسنتم. الآن نريد أن نستخرج فاعلا، والفاعل هو الشخص الذي يقوم بالعمل ويأتي دائما بعد الفعل، ودائما يكون مرفوعا بالضم أو تنوين الضم. لنستخرج سويا الفاعل. نبدأ الآن: سافرت أسرة مازن. أسرة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أحسنتم. وأيضا نزلت الأسرة. الأسرة هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أحسنتم. وأيضا هنا لعب مازن. مازن هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. أحسنتم. وأيضا هنا لعبت مريم. مريم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. أحسنتم. لنكتب كلمة مريم. قمت بكتابة الفاعل هنا مريم. لا تنسوا يا أعزائي من وضع جميع الحركات. الآن نريد أن نستخرج سويا فعلا ماضيا، والفعل الماضي هو حدوث عمل في الزمن الماضي، أي حدث وانتهى، ودائما يكون مبنيا على الفتح. نستخرج الأفعال الماضية. هيا بنا. أحسنتم، سافرت. وأيضا نزلت. أحسنتم. لعب، لعبت. أحسنتم. وأيضا بنت. وهنا جلس. لنكمل. أحسنتم، نظرت، قالت. وهنا هل يوجد أفعال ماضية يا أعزائي؟ نعم، ركبت. وأيضا أحسنتم، شاهدت، هنا فعل ماض. لنكمل. أحسنتم يا أعزائي، سمعت. سمعت هنا فعل ماض. وهنا هل يوجد فعل ماض هنا؟ نعم، فشعرت. شعرت هنا فعل ماض. إذن يا أعزائي لنقم بكتابة فعلا ماضيا. سأقوم بكتابة الفعل الماضي لعب. لعب، ووضعت جميع الحركات. لعب فعلا ماضيا مبني على الفتح. أحسنتم. الآن لنستخرج فعلا مضارعا. في درس زيارة العقبة ورد هناك فعلان مضارعان، وهما موجودان في آخر سطر من درس زيارة العقبة. لنستخرجها سويا. قال أبوها: لا تخافي، هذا صوت البواخر التي تحمل البضائع وتنقل الركاب. هل استطعتم إيجاد الأفعال المضارعة يا أعزائي؟ أحسنتم، تحمل، تحمل. وأيضا أين الفعل المضارع الآخر؟ أحسنتم، تنقل، تنقل. إذن الفعل المضارع هنا تحمل، والفعل المضارع هنا تنقل. أحسنتم. لنقم بكتابة الفعل المضارع تحمل.
تحمل، ووضعت عليها جميع الحركات. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضم. أحسنتم. نأتي الآن باستخراج ظرف مكان. لنسترجع سويا، ما هي ظروف المكان التي تناولناها مسبقا؟ أحسنتم. تحت، فوق، أمام، خلف، حول، وراء. وهناك في درس زيارة العقبة ورد ظرف مكان، هل تذكرتموه؟ موجود في السطر الثاني. هيا بنا، أين هو؟ أحسنتم. تحت، لعبت مريم تحت شجرة النخيل. إذن ظرف المكان هو تحت. أحسنتم. لنقم بكتابة ظرف المكان تحت. أحسنتم يا أصدقائي. الآن سنستخرج سويا حرف جر واسما مجرور. بداية لنتذكر سويا حروف الجر، هيا بنا نذكرها: من، إلى، عن، على، في، بي، لي. ما هي حروف الجر التي وردت في درس زيارة العقبة؟ هيا بنا لنبدأ سويا. أحسنتم. إلى العقبة، إلى الشاطئ. أحسنتم. بالكرة، أحسنتم يا أبطال. وأيضا هنا: من الرمل، على مقعد، من خشب، وفي البحر. أحسنتم. لنقم بكتابة حرف الجر واسم المجرور: في البحر. قمت باختيار حرف الجر في واسم المجرور البحر، في البحر. ولا تنسوا من وضع الحركات. الآن سنستخرج حرف عطف. نتذكر ما هي حروف العطف. أحسنتم. و، أو، ثم، ف. أحسنتم. وحروف العطف التي وردت في درس زيارة العقبة هي ما هي يا أعزائي؟ أحسنتم. و، و، الحرف الآخر هو ف. إذن حرف العطف و، وقد تكرر كثيرا في الدرس، والحرف الثاني هو ف. سأقوم بكتابة حرف العطف و. أحسنتم. الآن نريد استخراج جملة تعجبية. والجملة التعجبية كما عرفنا مسبقا تبدأ بما وتنتهي بعلامة التعجب. هل تذكرتم ما هي الجملة التعجبية التي وردت في درس زيارة العقبة؟ أحسنتم يا أبطال. هي جملة ما أجمل هذه الطبيعة. أحسنتم. لنقم بكتابتها هنا: ما أجمل، لا تنسى وضع الحركات. أحسنتم يا أبطال. هذه الطبيعة، ولا تنسوا أيضا من وضع علامة التعجب. ها هي. أحسنتم يا أعزائي. الآن نأتي إلى التمرين الأخير، وهو: هيا يا صغيري اكتب بعض المناطق السياحية والأثرية الموجودة في الأردن. إذن يا أعزائي، من يذكر لي بعض أسماء المناطق السياحية والأثرية الموجودة في بلد الأردن؟ أحسنتم. البتراء. أحسنتم يا أبطال. وأيضا البتراء. وأيضا أحسنتم. حمامات، معين. أحسنتم. حمامات معين. وأيضا هيا. أحسنتم. جرش. أحسنتم. وماذا أيضا؟ أحسنتم. البحر الميت.
إذن مرة أخرى، البتراء، حمامات، ماعين، جرش، والبحر الميت. أحسنتم يا أصدقائي، لا تنسوا يا أحبائي من نقل جميع تمارين ورقة العمل زيارة العقبة على دفاتركم كما شاهدتموها الآن بمساعدة أمهاتكم. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.